السلام عليكم. انا احمد. انا محمد. وانا خالد مزوز باول فيديو معهم بالقناة. مثل ما طلبتوا بالكومنتات تحدي الاندومي. وطبعا مجموعة الاندومي عندنا 10 اندومي حار. وطبعا راح نزيد عليها الشطة هذه. تابعوا. Let's go. Let's go. يا جماعة قبل ما نبدأ الأكل لازم نقول بسم الله. يلا بسم الله. والله جد حاط هاي لأن ما توقعت الحرارة لكن يلا كمل نرجع عندك لعله حار شوي زيادة يلا حاجة يا جماعة حار جدا متوتر ولا بعد راح نستعين بالماء انا وضع وصل كيف الوضع عندك؟ هاي حار جدا والله ولع دلوقتي يا ابني اشوفها بتولع دلوقتي وضعيت الاكل سريع خلاص سيكتي لعب طبعا احمد محمد خلص ولا لا احمد خلص قبل احمد محمد اتوقع احمد راح يفوز بسرعه الاكل يلا ابشر ابشر كمل بديت احس ان وجهي صراحه شكله راح اسمه اسوي دايت بس يجبروني اني اطلع معهم التحدي والدي نشوف علق بكثير وراح اخسر التحدي شكله انت واحد واول واحد محمد شكله راح يخلص ما بقي شيء شكله عندنا انسحاب ها؟ انا ما راح تنسحب ها؟ لا اعطيني كاس اقول لك وياها اعطيني اكبر الان جمع طبعا شكله محمد اللي راح يفوز ما بقي له شيء
اللي انا يمكن اطلع على احمد بيننا تنافس نشوف. يلا طيب شكلنا راح نسوي عقاب، ايش رايكم؟ اللي يخسر ها عقاب. لا لا صح ان احمد محمد خايفين بس راح اخلي فيه عقاب وراح تختارون انتم في الكومنتات وراح نختار افضل عقاب وراح نسويه ان شاء الله في المقطع الجاي. طبعا شكل عند الفائز احمد خلص، شكرا محمد انسحب. شوفوا كم صار عندي. ما بقي شيء. انا انسحب. شوف الضعفاء شكلها راح ابقى لحالي. طبعا مثل ما شفنا احمد خلص صحنه شوي راح يموت. محمد انسحب، يعني انا احمد فايزين. اكتبوا عقاب لمحمد عشان نطبقه الفيديو الجاي عليه انه ما فاز معنا التحدي، بس انه ما قصر يعني. حاول شايف المقطع ان شاء الله عجبكم التحدي، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والتعليقات شاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان تشجعونا على الاستمرار، واكتبوا افكار المقاطع تحت عشان ننزلها الايام الجايه. ومع السلامه. أرى تعبت من تحدي.